اللي شجعني ان ما احنا ما كانتش لينا اساسا طموح. يعني اللي شجعني على ان انا ادخل الحاجه زي ديت مش عشان انا عاوزاها، لا، عشان انا رفضت تماما فكره ان حد يقول لي هو ده الاخر بتاعك، هو ده سقف طموحك. فبالنسبه لي دي كانت فكره مرفوضه. انا حظوظي كويسه وامكانياتي كويسه، والمدرسه كل شويه بتجيلكوا وبتقول لكم ان اهلا متفوقه، فايه الفكره في ان انا ما ادخلش الحاجه ديت؟ فيمكن اللي شجعني رفضهم التام للموضوع الثانويه العامه. لا، انا قررت ادخل ثانويه عامه، قلت لهم انا مش هدخل تمريض، مش هدخل اي حاجه غير الحاجه اللي انا اخترتها بس. وكنت فعلا ساعتها عاوزه اثبت لنفسي ان انا لازم اكسب التحدي دوت، عشان التحدي ده حياتي. انا لو دخلت تمريض انا بالنسبه لي مش ضعت عشان التمريض، انا ضعت في ان انا هخلي حد دايما هو اللي ماشيني وهو اللي محددني. فانا لازم اكسب المعركه ديت عشان نفسي، عشان بعد كده اثبت لنفسي حتى ان انت قادره تاخدي قرارات صح. بس القرار ده هل كان بنفس القوه اللي انت بتتكلمي بيها دلوقتي، ولا كان شويه بخوف لان انت شايفه كله بيقول لك لا؟ لا لا لا، ده كان بخوف. انا كان عندي وقتها 14 سنه، فلسه لسه لسه صغيره جدا، وفي نفس الوقت انا تحت وصايه الدار، وانا جايه اقول لهم، وانا مش معايا اي حاجه ولا معايا فلوس ولا معايا اي حاجه، وجايه بقول لهم انا مش عاوزه الاختيارات بتاعتكم، انا عاوزه اختياري انا. وفي الاخر وفي نفس الوقت كان مجلس اداره كامل واقف قدامي، فانا في الاول في الاخر انا حته عيله عندها 14 سنه، فاكيد يعني فكره ان انا اقول لهم كلهم لا وانا اللي صح دي، لا، دي كانت ساعتها كانت قويه جدا. وهم ساعتها ادوني مهله، انت فكري قدامك 3 ايام عشان تقولي لنا انا دخلت التمريض، مش عشان اقول لكم. فساعتها لا، قرر ان انا اسحب الملف بتاعي من الاعدادي وادخله واروح وادخله المدرسه الثانوي. انت عملتي ده بنفسك؟ رحتي قدمتي المدرسه بنفسك ومحدش انا حسيت ان الثلاث ايام دول هم الثلاث ايام بتوع نهايه العالم، فانا هعمل الحاجه ديت يعني هعملها. فروحت، كنت معايا فلوس، وفعلا رحت المدرسه من وراهم، ورحت سحبت الملف بتاعي قبل ما حد يسحبه، ورحت مدرسه ثانوي، رحت قدمت الملف بتاعي وخلاص. بلغتيهم؟ رد فعلهم كان ايه؟